مصطفى، أيمن مصطفى من معسكر منتخب زيمبابوي. مساء الخير عليك يا أيمن. مساء النور عليك يا أميرة، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي أون سبورت في كل مكان. وأول أيام الكان 2019، نتمنى بقى أن كلنا نستمتع بأجواء وأحداث هذه البطولة واليوم الافتتاحي هنا من مقر إقامة منتخب زيمبابوي، اللي بالطبع بالأمس كان فيه أزمة مثارة كبيرة جدا، رفض اللاعبون أداء التدريب الرئيسي اللي كان مقر ليه في تمام الساعة 7 في استاد السكة الحديد، وأيضا الجولة في استاد القاهرة في تمام الساعة 6 لوجود بعض المستحقات المتأخرة لديهم لدى الاتحاد الزيمبابوي. جلس السفير الزيمبابوي هنا في القاهرة مع اللاعبين لمدة 4 ساعات لإقناعهم بالعدول عن الانسحاب عن اللقاء الافتتاحي، وكللت مجهوداته بالنجاح. ومن المقرر إن شاء الله سيؤدي منتخب زيمبابوي لقاء اليوم أمام منتخبنا الوطني. منتخب زيمبابوي النهاردة تناول وجبة الإفطار في تمام الساعة 9، من المقرر أن يتناول وجبة الغداء في تمام الساعة 2 ظهرا، ومن المقرر أن الأوتوبيس بتاع اللاعبين سيتحرك في اتجاه استاد القاهرة في تمام الساعة 8. ساندي شيتزامبو المدير الفني لمنتخب زيمبابوي كان طلب أن اللعيبة تذهب إلى استاد القاهرة مبكرا بعض الشيء من أجل التعرف على أجواء ملعب استاد القاهرة، من أجل يعني اللعيبة تشوف أبعاد الملعب، ارتفاع النجيلة، كل هذه الأشياء المهمة جدا من أجل لاعب كرة القدم. ومن المقرر أن هم هيكون في محاولات أن هم يذهبوا في تمام الساعة 7، لكن هذه المحاولات حتى الآن لم يعني يتم تأكيدها بشكل رسمي. أيضا من فريق منتخب زيمبابوي معدل اعمار لعبته 27 سنه و8 شهور، كان ادى لقاءين وديين امام كل من منتخب تنزانيا ومنتخب نيجيريا، اللي انتهى اللقاءين بالتعادل السلبي في لقاء منتخب زيمبابوي ونيجيريا، والتعادل الايجابي بهدف لكل فريق في منتخب زيمبابوي وتنزانيا. ويعني اعتقد سانديش زامبو استقر بشكل كبير جدا على التشكيله الاساسيه لفريقه في لقاء اليوم، وكان ليا لقاء معاه سالته عن سبب وجود عدد كبير جدا من المحترفين في الدوري الجنوب افريقي، 13 لاعب من زيمبابوي محترف هناك في دوري منتخب البافانا بافانا. قال لي ان هم يعني الوكلاء اللاعبين والانديه هناك معجبه جدا وبتتابع اللعيبة الزيمبابوي بشكل كبير جدا، اللي دايما بيبلي بلاء حسنا. دي كانت يعني اهم اخبارنا هنا بخصوص منتخب زيمبابوي قبل ساعات قليله جدا من لقاءه امام منتخبنا الوطني. وبالتاكيد العوده ليكي زميله اميره جمال مره ثانيه، تفضلي. شكرا جزيلا ايمن مصطفى من معسكر منتخب زيمبابوي.